في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأم العسل في عمليتين منفصلتين من إحباط عمليتي تهريب دولي لمؤثرات عقلية على أعلى درجة من الخطورة تهدد الأمن الاقتصادي والوطني والصحة العمومية على مستوى السد الثابت ببرج العقيد لطفي، أين تم توقيف شخصين، مركبتين، 101,500 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميليغرام. سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.